إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. هذه الريسبشن ما شاء الله، والبلكونة هذه البلكونة ما شاء الله، هذه الله وش وهذه الحسن اهو. كهرباء من أحد صناع الكهرباء، ما شاء الله. هذه الغمرة وهذا الحمام التاني الكبير دخلنا على أول أوضة زي ما انتو شايفين يا جماعة ماشي بقى بالروح والأم الثانية بلقونا بيك عشان تنزل كلهم بسم الله ما شاء الله مش محتاجة إنارة
مر عني جد دخلت له مرعيب ما شاء الله. بدنا نقول على الأسانسيرات هيك حكينا الأسانسير بسين جدا شقة في الدور 15 خلص المصلحات مساحة 150 متر خارج المصلحات فاعل جميع الخدمات عدد كهرباء ومية وغاز والدور 15 وليس الأخير فوق 4 أدوار وما شاء الله يعني كل حاجة فيها كاملة ما شاء الله والدخلة فندقية والتالت نمرة خادم البريد وطار البحر بوضوح وبلكونة كبيرة ما بين العيشة وخادم البريد وربنا يبارك من صاحب المصلحة.